يوجد معي عبر الهاتف لمناقشة هذا الموضوع المحامي إبراهيم بهلولي. مساءك سعيد. السلام عليكم، مساء الخير، مرحبا. عليك السلام. طيب سيد إبراهيم بهلولي، إحدى المتحدثات وهي والدة ربما لضحية من ضحايا هذا المفترس تقول يجب تسليط أقصى العقوبات في مثل هذه الحالات. هل القانون الجزائري يحمي الطفل الجزائري بالدرجة الأولى ثم نتحدث عن التلميذ؟ أولا السلام عليكم مرة ثانية. هو قبل أن يعني من الناحية القانونية قبل أن نتكلم أو نتحدث عن تطبيق النص القانوني أو العقوبة الرادعة الواجب اتخاذها ضد هؤلاء، أولا يجب التأكد من نقطة قانونية. يجب أن نتأكد من قيام المتحرش، من قيام من هذا الحال إن كان فعلا قام بهذا الفعل أم لا. تم سيد بهلولي، سيد نعم، بهلولي تم التأكد من طرف الطبيب الشرعي. لكن الطبيب الشرعي يعني إذا كان هناك محضر رسمي من صادر من الطبيب الشرعي، لا، هذا الشيء لا يكفي. يجب أن يكون هناك تحقيق، أن يتبع بتحقيق قضائي، والتحقيق القضائي عادة ما يسهل على أحكام، والأحكام إذا ثبتت قيام هذا النوع من الجرائم يعني ضد المتحرش ضد الأطفال، إذا ثبتت فعلا قيام البالغ الأشخاص البالغين من أوكلت لهم مهمة الدفاع أو حراسة هؤلاء وحماية هؤلاء الأبناء في الحرم المدرسي في الحرم التربوي، إذا ثبتت فعلا أو إذا توافرت عناصر الجريمة بأركانها المادية والمعنوية، هنا تكون العقوبة، هنا تكون طيب العقوبة طيب الرادعة. طيب سيد، ما هي العقوبات، ما هي العقوبات المسلطة في مثل هذه الحالات؟ هو القانون الجزائري أو المشرع الجزائري خص هذه الفئة الهشة، الفئة الهشة المتمثلة في الأطفال، يعني من سنة يعني من تاريخ ولادهم إلى غاية سن بلوغهم. هذه الفئة تناولها بنوع أو يعني خص لها نوع من الحماية، حماية من يعني حماية النفسية والحماية الاجتماعية والحماية يعني من كل الجوانب. والجريمة التي ترتكب ضد هؤلاء تعتبر من أخطر الجرائم. لماذا؟ إذا بدأت الجرائم هذه الجريمة إذا بدأت بالتحرش، إذا بالملامسات ولا بالتعدي اللفظي أو باللفظ، التعدي اللفظ اللفظي ثم يتبعه يكون متبوع بالتحرش الجسدي الذي ربما يتطور من ملامسات إلى بعض التعدي الجنسي، وبعد التعدي الجنسي إلى كما كنا نشاهده في السنوات الماضية يصل حتى الاختطاف أو للقتل أو للممارسات الجنسية على يعني الفئة التي وفر لها أو أعطاها وخصها المشرع الجزائري بهذا النوع من الحماية. القانون الجزائري لم يتناول أو لم تكن هنا ولا تكن يعني لم يتضمن نصوص خاصة في مسألة التحرش، لكن تناولها في باب آخر ضد القصر، الحماية الإجرائية. إذا أعطاها نوع من الحماية الإجرائية أكدها كذلك هذه الحماية أكدها أثناء التقاضي وبعد التقاضي بتسليط عقوبات رادعة ضد كل من يعمل على التحرش ضد الأطفال. ولكن القانون لم يقل التحرش، ولكن صنفها ضمن جرائم التعدي او انتهاك الآداب او حتى او ما يعرف بالتعدي واضح. على القصر، بما في ذلك تحريض القصر على الفسق والدعارة او فرض القصر او يعني نعم واضح. سيد إبراهيم بهلولي شكرا، العقوبة تكون مشددة. نعم شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة المحامي إبراهيم بهلولي. توجد معي